حلقة نيكولا شلهوب الذي يجاهر ويقول أنا هيك. رح أستضيف كارول وسيمون سمعان. أهلا وسهلا فيكم. أنتوا كابل مزوجين من 3 أشهر. أنتوا ضد اللي عملوا نيكولا وجاهر بمثليته وزواجه المثلي. كارول أكيد ضد. سيمون أنا ضد، بس بما أني شخص مسيحي والمسيحية بتمتاز بالمحبة والرحمة والتسامح، ما إلي حق أرجم تعاقبهم على الشيء اللي قلته بإنجيل يوحنا الفصل 8، لما يجيبوا المرة الزانية قدام يسوع ويحطوها قدامه وبيقولوا له بالشرع وموسى بيقلنا أنه لما نلقط مرة زانية قلنا حق نرجمها. أنت شو بتقول؟ تعاقب الرجم. صح، الرجم حتى الموت. يسوع ما اكترس، بيقولوا نزل على الأرض وصار يكتب. بعد شوية رجعوا أصروا عليه مرة تانية، طلع فيهم يسوع قال لهم مين منكم بلا خطيئة فليرجمها بأول حجر. بيحكي مع يسوع للمرة الزانية، بيقول له حدا دينك؟ بتقول له لا يا سيد ما حدا ديني. بيقول لو أنا كمان ما رح دينك، بس عشرت ما ترجع إلى الخطية. يعني إذا أنت لست من الراجمين، أنت من المناهضين. من ضد، بس في ظروف توصل صار هيك، بس مش معناتها هالظروف تسمح له يكمل. أنت ضحية مجتمع ولا تربية نيكولا برأيك؟ بالنسبة لي ضحية تربية، بس زادت عليها المجتمع، يعني أزال المجتمع أكثر. كارول بالمرتبة الأولى التربية. إذا ربنا طعمكن ولد بالمستقبل وطلع مثلي، إذا كان في هذا البالانس بين الأم والأب، دورهم اثنيناتهم تجاه ابنهم أو بنتهم، عم نحكي هلأ كابنهم، أكيد ما حيطلع في خلل. ما في شيء بالحياة أكيد. عفوا، أنت عم تجزمي من منطلق إلا إذا في عقائدي مبدئي أنت، بس أنا عم أقولك فيما لو، فيما لو عم أعطيك احتمال. أوكي، فيما لو انا شغلتي ابني. نعم. يعني هيدا ابني. نعم. مستعد انا موت كرمال حتى احميه، خبيه، يمكن بحاول عالجه مثل ما قال انه طلب من بيو انه يروح. لا، انا مش انا اللي بدي عالجه، بدي احاول ابحث عن كل الظروف اللي ادت لهالمطار. يعني يمكن اذا قرايبينه تحرشوا فيه وفي ناس أعتقد أن العلم يقول أن هذا أن المثلية الجنسية ليست مرضاً. تتكلمون من وجهة نظر دينية، أعتقد أن هذا هذه مشكلة دينية، ولكن العلم بوضوح منظمة الصحة العالمية لم تقل إن المثلية الجنسية هي مرض. إذا كنتم تعتقدون أن هذا الأمر مثبت علمياً فالعلم لا يثبت هذا الأمر. فوالدي لم تكن لديهم أي مشاكل. نعم، بال 2014 منظمة الصحة العالمية بشكل حازم أعلنت بأنه المثلية ليست مرض. في ناس كثير ما بيعتقدوا بهذا الموضوع ويناهضون المثلية، بيقدروا حقهم يقولوا أنه لا مرض بيتعالج منه الدكاترة هرمونات. بس أنا عم بقول لك علميا هذا الإعلان من منظمة الأمم المتحدة. لما نحكي عن لما نحكي عن علاج وناخد شخص عند علاج مش بالضرورة يكون مرض. نعم. يعني بعلم النفس توجيه نفسي برأيك؟ ايه نعم، بعلم النفس ممنوع المريض يتسمى مريض، بيسموه كليون. يعني ممنوع ينقال لشخص أنت مريض نفسي، أنت زبون عندك مشكلة في إطاة ناقصة بحياتك بعمر معين سببت لتراكمات بحياتك أدت لها الأسباب. فحكيم النفساني أو المعالج النفساني بيرجع مع الشخص بالأطر اللي هن وصلته للمراحل تي ساعده يطلع من. بس هيدا الشيء ما صار ولا مرة. ولا مرة مثل ما أنت عم تقول زبون قدر يرجع يتغير. إذا بدك فيك تعمل ريسيرش ما صارت. يعني هل انا رحت انا كان عندي تجربه راحوا عند طبيب نفسي وتعالجوا، يعني صاروا متبينين للجنس، صاروا هيتروسكشوال؟ انا رفقت شخص مثلي الجنس، وصلنا لمراحل كثير متقدمه لدرجه انه هذا الشاب هلا خطب، قدر يتصالح مع حاله، قدر واجه الغلط اللي فيه، اللي اعترف بالانا المضطهد من قبل اهله. من قبل بيو اللي كان يغتصبه. سوري يمكن عم بقول على التلفزيون، بيو كان يغتصبه ويهدده، فالصبي صار عنده هروب من فكرة هالأب الرجال لهالأب الغاضب النيرون إذا بدنا نسميه، كل هدفه أنه يأذيه لابنه. ربيت عنده هالمشكلة فهرب من المجتمع الذكوري لحتى يكون أنه هو الشخص اللي بحاجة للحنان وبحاجة للعاطفة. درت أنا وياه نترافق شوي شوي دينيا. على ذكر نيرون، نيرون كمان تزوج من رجلين. نعم، نترافق روحيا بالصلاة. صدقني فين لك شغله؟
انه هذا الشيء عم تحكيه مش معقول يصير. هذا الشاب اكيد يمكن كان شوي عنده تصرفات انثويه، اكيد بيقدر يحسنها مع العلاج النفسي، اكيد مع الاشياء الروحي بيقدر يرفض حاله اكثر ويقدر يتجوز بنته حرام. نيكولا عن جد حرام البنت تتجوزها. نيكولا شلو ابدا، هل فكرت شي مره بالاسباب الكامنه خلف مثليتك؟ اكيد مره. شو طلعت النتيجه؟ على طول فكر، حتى لهلا فكر. مثل لا في يعني حتى نجي نقول انه طلاق الاهل هو سبب، لا، لانه في ناس اهلهم مش مطلقين، اهلهم بعلاقه كثير منيحه، مش هو ما بنقدر نعرف شو هو السبب الرئيسي اللي بخليك انت سبب. لا بالنسبه لي اكيد طلاق اهلي، اذا بدك لا كيف بدي اقولها، يعني شوي عنيف كان الطلاق، ما كان طلاق، وانا كنت شاهد على كثير اشياء. اكيد هالاشياء انا بقول انه اذا الانسان بعد 30 سنه بيتذكر شو صار معه وهو عمره سنتين، يعني اكيد هالاشياء لهم تاثير على الاشياء اللي صارت بحياته. بس بمحل معين شو بنعمل؟ بنقضي حياتنا كلها عم نرجع نبكي على بدنا نكفي حياتنا. حياة حلوه وانا برفض انه ارجع ورجع حالي لمحل فكر انه انا مش منيح وانا ما بسوى. كارول وسيمون، بدي ذكر بانه من اسبوع تقريبا بسويسرا في ماده شرعوها بالقانون السويسري تدين اي شخص هوموفوبيك عنده رهاب مثلي او ترانسفوبيك عنده رهاب او خوف او كراهيه من المتحولين جنسيا الى انه يعاقب على هذا التصرف بسجنه لغايه 3 سنوات. والناطق باسم المشرعين قال الرهاب، رهاب المثلية لم يعد وجهة نظر، أصبح جريمة. هيدا بالمجتمع السويسري. أما بمجتمعاتنا العربية لغاية اليوم في تنمر، لغاية اليوم إذا حدا لابس لون مغاير، شاب مراهق أو شاب لابس لون مغاير بيقولوا ليك هالبدي، ليك هاللوطي، ليك هالشاز المنحرف، ليك هالطنط. عم بحكي المصطلحات على الـ على الـ على بالشارع اللبناني او العربي. نيكولا، اصدقائك ما حدا منهم قبل يطلع معك، يعني اصدقاء بالسر وبالعلن بيتخلوا عنك؟ هن اصدقائي بالحياه، بس كل واحد عنده حياته، انا بحترم يعني كل واحد عنده ظروفه بحياته اللي بتخليه ما يقدر يقول انه انا مع هذا الموضوع، مع انه في منهم اجوا حتى حضروا عرسي وصديقتي اللي بحبها كثير وانا مؤكد انه هي بتدعمني. عندك صديقات اكثر ولا اصدقاء؟ حسب، بكل محل بحياتي كان فيه. هلا عندي صديقتين اللي بقيوا معي اكثر شيء، يعني بتواصل انا وياهم. فيما لو طلقك خافيير، شو بيبقى عندك؟ يعني بترجع على لبنان لا شيء معي الا كلمات؟ بدي اقول لك شغله، انا اللي خسرته من وراء هذا الشيء بفضل اخسره على انه اربحه كرمال يكون عم كون انا مزيف قدامه. يعني انا بدي يضل حد لانه انا فايك ولانه انا انسان عم مثل حده وبس فرجيه حقيقتي يفل. ممكن تطلقه لنيكولا خافيير؟ ايه طبعا. فالثنائي عادي يمكن ان يطلق، فكم بالحري ثنائي مثلي. كارول وسيمون، شو بتردوا عليه؟ انا بدي رد عليه انه رح احكي رد عليه مسيحيا، يسوع بحد ذاته. سوري بس سوري، انا بدي اقاطعه. نحن ببلد ما داني، نحن لنا بلد البنت تحكمه الكنيسه ولا تحكمه. رح احكي انا بحكي بس لا خليني انا احكي عمل معروف. بس انا ما فيني فوت الله على معي على يعني سوري. هو عم يحكي عن الحقوق المدنيه، بس كمان ما فيك تجرد المجتمع من معتقده ومن ايمانه. يعني مجتمع مؤمن مدني ما فيك تقول انه ما فينا ندخل الله بكل شيء. لبنان بلد يؤمن ببيته، ابدا مش بلد يؤمن ببيته. لبنان بلد مدني بالمجتمعات العربيه، القانون اللبناني القانون المدني العربيه في الديانتين ما بهموني، ثلاث اديان ما بهموني، انت ما بهموك. ولكن كل بلد بيعتمد على الدين بادانه، كل بلد بيعتمد على الدين بقانونه ما بهمني صراحه، ما بيهمني. هيدا خيار شخصي. بس انا عم اقول لك انه بالدول العربيه الديانه الاسلاميه والديانه المسيحيه والديانه اليهوديه الموجودين في ناس بيعتقدوا يؤمنون، فما في كمان تجي تفرض عليهم يؤمنوا ببيتهم. بس بالدوله بالبلد في حسب شو قانون البلد، قانون البلد مدني تطبق القوانين المدنيه. نعم، هذه وجهة نظرك، تفضل. بس كنت عم بقول هو عم بيدفعوا الضريبه وانا بدفع الضريبه. يسوع بالانجيل
لما اجوا قالوا له هل يجوز دفع الضريبه لقيصر؟ قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يعني يسوع بحد ذاته عم بيقول لك انك انت كانسان على الارض مجبور تعيش تحت قانون هالارض، بس بذات الوقت بدك تعطي الله. انت بهذا الشيء اللي عم تعمله شو عم تعطي الله؟ يعني انا ومرتي عشنا علاقه حب، صراعات كثير كبيره، كمان نحن الشباب والبنات بنعيش صراعات، بنعيش اضطهادات، بنعيش كثير معاناه. سيمون، بمحيطك في مثليين، بعائلتك، باقرباء لك، اصدقاء؟ اصدقاء في عندي، نعم عندك، وعلى الفيسبوك عندي كثير اشخاص. ما عم بحكي عن فيسبوك، مش افتراضيا، عم بحكي على ارض الواقع، بنترافق انا وياه هون. نعم. وفي كثير، عم بقول لك في شيء اسمه تيو ثيرابي. تيو ثيرابي من اجمل انواع العلاجات، يعني هو العلاج القائم على ثيوس يلي هو رب ربنا. يعني لما تيجي تفهمه لهالانسان انك انت منك مرجوم، انت شخص عم يطلع فيك يسوع، فاتح ايديه عم بيقول لك يا ابني انا بحبك وناطرك. ولكن الحالات المثليه الموجوده يقول لك انه مثلي وهيك، هذا واقع، دي فاكتو واقع، امر واقع. واقع، يعني بقداسه البابا اذا ماني غلطان بنديكتوس السادس عشر حكى عن المثليه، قال انه هدول الاشخاص ان شاء من شاء وان رفض من رفض، هدول ضمن جسم الكنيسه. نعم كارول، شو رح تقولي؟ كنت بدي اقول ما في شيء هيك منزل. نعم. اذا بدك ما في شيء انا مثلي وبس، بده كل واحد ليعالج مشكله معينه بده يرجع لاسبابه. بدك ترجع لكل شخص، كل شخص اسبابه شيء، وكل شخص في اسباب معينه وصلته ليصير مثل ما هو. انت بتعتبرها مشكله مثليتك؟ ما هي عم يرجع يحكوا من انت اكيد لا، هو ما بيعتبرها مشكله. الحرامي ما بيعتبر حلو حرامي، بس هو مش سوري حرام عم لا عم نحكي هيك، عم بيعتبر حلو هيك، عم بدينه. انا مش عم دينه، لا عم بقول لك الحالات، هيك الكنيسه يعني بتقلهم، هيك الكنيسه بتعلمهم. ابدا، بدي خبرك شغله، انا ما عم دينك، بس عم بقول لك الحرامي لما بلش يسرق ما بيعتبر حلو انه هو عم يعمل شيء غلط، بس هو فعليا عم بيعمل شيء غلط. بس اذا انا عملت شيء غلط انت شو بتنظر؟ انا مش رح دينك، انا علي انه صار لي لا ما بدي مواجهه دينيه. الكنيسه بتعلم، الكنيسه ما بتعلم. انت ليه ما بتطالب الدوله تحميني؟ ليه يعني؟ ما بتطالب انه ينلغى القانون 534 اللي بيجرمني انا كمثلي؟ ليه ما بتطالب الدوله تحميني؟ بس اطالب الدوله تحميني انا كشخص طبيعي، ساعتها انا مستعد اطالب. انت اذا كان عندك علاقه مع بنت الدوله ما بتطالك، بس انا اذا كان عندي علاقه مع شاب الدوله بتطالني. ما زال انت عم تحكيني من وجهه دينيه، انا معك من وجهه المدنيه، من وجهه انا كانسان مواطن، ليه ما بتطالب معي بحقي بيكون مواطن؟ واضح عم بتطالب بحقوق المثليين. السؤال الاخير لحضرتك، مين سمح لك ترفع علم لبنان بالجاي برايد، بهالباريد اللي صار باسبانيا بمدريد؟ مين سمح لك ترفع علم لبنان؟ انا ما كنت صراحه ما كنت بعرف انه راح تعمل هالقد ضجه الموضوع. شفت كثير اعلام للبنان، مش بس يعني شفت كثير شريحه كثير كبيره من شفت الناس، شفت كثير شباب وصبايا مع اعلام لبنان، وانبسطت كثير وقربت لحدهم وحكيت معهم وصورت انا وياهم، عملت كثير ضجه الموضوع. انا بالنسبه لي انا بشوف لبنان بلد حريات، بلد احترام الانسان. انا بحكي عن لبنان كل يوم 100 مره برا، بقول لبنان ولبنان ولبنان، بس انا بعرف من جوا محروق، بزعل على لبنان. انا بشوف لبنان بلد حريات، بلد كل واحد يعمل بده اياه، وبيامن ببيته، بيامن بكنيسته، بيامن بجامعه، وانا بحترمه وبقدس حريته بكل شيء بده اياه، بس ما يقرب لي. انا ما بدي اتجوز، ما بدي اعمل ممارساتي برا، بس احترموني كانسان. نعم.